السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي كورس جديد. هذا الفيديو سي بور لي دو اس ماتيير اس في تي سيونس دو لا في اي دو لا تير. فوالا دونك الفيديو ديالنا اليوم ولا الكور ديالنا اليوم غادي يكون على ريبرودكسيون شي لوم، التوالد الجنسي عند الانسان. داكوغ فوالا. دونك قبل ما نبدا بالكور غادي نبغي نفكركم تخليو لايك للفيديو، هبطوا تعليق، كتبوا لي اي حاجه بغيتوها، واهم حاجه بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وصحاباتكم. عندي طلب اخر اللي هو صراحه كنعتبره طلب غالي، و فوالا دونك اللي قدر انه محتاج للمساعده في المواد الادبيه فكنصحكم بهذه القناه هذه اللي غتبان لكم دابا، هذه الصديقه ديالي. صراحه كل ما لمستش فيها التميز وكل ما لمستش فيها شي حاجات اللي نتوما محتاجينهم ما كنتش غادي يعني ما كنتش غادي ننصحكم بها. فوالا دونك كيف ما كتعرفوا ماده اللغه العربيه المعامل ديالها 5 وكتعاون بزاف، راه خاصكم تعرفوا ان المواد اللي المعامل ديالهم 5 راه الا جبتي فيهم نقطه واعره كتطلع لك النقطه يعني لا نوت جينيرال داكوغ، والا جبتي فيها نقطه ناقصه للاسف كطيح النقطه واخا تكون جايب مزيان في المواد الاخرى داكوغ. كذلك كتخدم واعرين المقالات ديال الاجتماعيات. انا عارفه ان بزاف ديال التلاميذ كيعانيوا من المساله ديال المقالات، واخا كيكونوا حافظين ما كيعرفوش كيفاش يركبوا مقاله كيفاش يقادوا مقاله. فوالا دونك دخلوا شاركوا عندها، خليوا ليها دي لايك، راه هي تبارك الله حاطه لكم دابا الدروس الاخرانيين حطاهم بامتحاناتهم بكلشي، دونك هي مافونسيه مزيان. بعد ما كنبقاش تفيها كنقول اجي عاونيني، انا عرفتي شحال باقي عندي الحاجه خصني نصورها، اجي عاونيني. المهم نبداو نسدو هاد البارونتيز داكوغ، وانا كنثق فيكم ونعرفكم غتحمروا لي وجهي. دخل عندها قولوا لها حنايا من طرف استاذه كوثر شجعوها هكا شويه باش تزيد تخدم معاكم. فوالا دونك ندوزو الكور، نبداو على بركه الله. دونك انتروديكسيون، عرفكم ورقه وستيلو ولا مذكره ولا كتيب ولا كارني ولا اي حاجه، كتبوا فيها الكلمات اللي ما فهمتوش بالعربيه كتبوا حداها اللي ما عرفتش بالفرنسية كتبوا حداها بالعربيه، انا غادي نشرح مزيان داكوغ. هاد الدرس مهم بزاف نتوما عارفين بزاف ديال الاسباب. اول حاجه غادي يفيدكم في الفرد طبعا، تجوزوا مزيان وتكونوا فاهمين الدرس وتعرفوا تخدموا تمارين. ثاني حاجه كثقافه عامه داكوغ، تعرف يعني الانسان يعرف كيفاش كيوقع التوالد الجنسي، كيفاش اهم حاجه تعرف اعضاء ديالك داكوغ، خصوصا انكم نتوما في واحد الفتره ديال فتره المراهقه، يلاه كتكتشفوا راسكم، يلاه كتكتشفوا جسمكم، يلاه كتكتشفوا شخصيتكم داكوغ. واحد السؤال كنت طرحته على التلميذ ديالي ملي كنت نيت كنشرح هذا الدرس هذا، قلت له شنو هو الدور ديال الخصيتين اللي عندك؟ دابا بالعقل، ربي ما عطاكش اي الحاجه غير هكذاك، لا ضروري كاين سبب. دونك شنو الدور ديال الخصيتين؟ داك جوج خصيتين اللي عندك شنو الدور ديالهم؟ والطامه الكبرى، ماشي طامه كبرى وانما المهم نقص في الثقافه ما عارفش. دونك ما يمكنش انت كشخص ما عارفش الاعضاء او الجهاز التناسلي ديالك ما يش مكون وشنو الدور ديالو داكوغ، سواء بنت سواء بنت ولد. دونك هاد الدرس مزيان دابا باش تعرف كثقافه عامه، بعدا انت تعرف الاعضاء ديالك شنو الدور ديالهم، شحال عندك داك الجهاز التناسلي ديالك ولا داك العضو التناسلي ديالك شحال فيهم ديال الاعضاء. يلا اون باس. دونك طبعا غنبداو بانتروديكسيون، نبداو بمقدمه. دونك ليسبيس هومان اسيغ سا كونتينويتي باغ لا ريبرودكسيون، دونك لي ضماني استمراريه النسل عند الانسان، دونك ضروري خصنا من التوالد. سيت فونكسيون داكوغ، هاد الوظيفه كومونس باغ ان رابور سيكسويل انتر ان هوم اي اون فام، دونك هاد الوظيفه ديال ديال استمراريه النسل كتبدا ليا باش برابور سيكسويل، باتصال جنسي ما بين الرجل والمراه، كي برودويز ريسبكتيفمون دي سيلول سيكسويل و غاميت مال اي فيميل، لي من خلال هاد التواصل داكوغ اولا هاد الرابور تواصل جنسي فكيتنتج عليه شنو دي سيلول سيكسويل خلايا جنسيه
اولا امشاج ذكريه وانثويه داكوغ دونك لونيون دان غاميت مال افيك ان غاميت فيميل يعني اتحاد المشيج الذكري مع المشيج الانثوي لوغ دو لا فيكونداسيون اثناء عمليه الاخصاب دون نيسونس اون سيلول اوف كتعطي يعني النيسونس الحياه ديال او الزياده ديال اش ديال سيلول اوف يعني خليه بيضاء سيت اوف سيت اوف كي فا سو ديفلوبي هاد البيضه هي اللي غادي تنمو غادي تطور دون لوتيروس عقلوا على لوتيروس هو الرحم دو لا فام طبعا المراه هي اللي عندها الرحم او كور دي 8 mois يعني 8 mois دونك خلال 9 اشهر داكوغ دونك فتره الحمل كتكون ما بين 7 شهور 8 شهور 9 شهور ولكن دائما او غالبا تتكون 9 شهور داكوغ دو لا غروسيس 9 اشهر من الحمل غروسيس حمل pour donner naissance lors de l'accouchement à un nouvel être humain باش تعطي زياده lors de l'accouchement اثناء الولاده accouchement ولاده grossesse حمل à un nouvel être humain كتعطي واحد انسان فوالا انسان جديد نقولوا انسان جديد واخا دونك هاد الاسئله هادو اللي طرحناهم هما اللي غنجاوبوا عليهم في الكور quelles sont les transformations du corps à la puberté وهاد السؤال مهم لكم بزاف شنو هما التحولات التي تطرأ على الجسم اثناء البلوغ داكوغ دونك باش كتعرف راسك بلغتي سواء بنت سواء دري اولا اذا شفتي هاد العلامات عرف راسك انك في مرحله البلوغ فوالا كومون فونكسيون لي زورغان سيكسييل دو لوم اي دو لا فام كيفاش ما هي وظيفه الاعضاء التناسليه عند الذكر والانثى Quelles sont les conditions nécessaires pour que la fécondation puisse avoir lieu هادي مهمه شنو هما الشروط الاساسيه او الظروف الاساسيه الضروريه باش انها تكون اخصاب مزيان كومون سو في لا فيكونداسيون كيفاش كدير ديك عمليه الاخصاب Quelles sont les étapes de la grossesse et de l'accouchement شنو هما مراحل الحمل ومراحل الولاده Quels sont les bienfaits de l'allaitement maternel pardon donc شنو هما المميزات ولا الايجابيات ديال الرضاعه الطبيعيه allaitement maternel dernière question comment éviter ou espacer les naissances كيفاش انني نمنع انه تكون حمل او بالاحرى نفرق ما بين ولاده حمل وحمل داكوغ يلا اون كونتي Donc on commence la transformation du corps à la puberté, يعني تحول أو تغير الجسم عند البلوغ. Donc غادي نتعرفوا على les transformations chez la fille et les transformations chez les garçons. Donc chez la fille, أول حاجة اللي كنلاحظوها c'est la poitrine se développe, d'accord? Donc منطقة الصدر تنمو le développement des seins يعني نمو الثديين les hanches s'élargissent يعني منطقة الحوض تتسع des poils apparaissent sur le pubis et les aisselles شعيرات تظهر في منطقة العانة وتحت الإبطين l'apparition des règles aux menstruations écoulement de sang يعني ظهور لي ريغل اللي كنقولوا عليها حنايا لي ريغل اللي هي دم الحيض داكوغ وكنسمى كذلك بالمونستروياسيون مونستروياسيون جايه من كلمه موا دونك لو موا الشهر يعني العاده الشهريه اللي كتجيني كل شهر سي ليكولمون دو سون Chez le garçon, le volume des testicules et la taille du pénis augmentent. يعني حجم الخصيتين وحجم كذلك القضيب كيتزاد الحجم ديالهم كيتزاد دي بوال اباريس سور تو لو كور يعني شعيرات كيبانوا على على الجسم كامل مثلا فهاد الجهه هادي اللحيه لي زيسيل كذلك في المنطقه ديال البينيس ايتترا في الرجلين في اليدين المهم كيكثر
Éjaculation, éjaculation du sperme durant le sommeil, يعني قد في المني أثناء النوم. D'accord, donc هادو أغلب لي سين مؤشرات اللي كيدلوا لي على أن الفتاة أو الذكر كيدخلوا لي يعني داخلين لي في منطقة في مرحلة البلوغ. Ces différences entre garçons et filles qui apparaissent à la puberté sont appelées les caractères sexuels secondaires. Donc, هاد التغيرات اللي كتطرا على الفتاة والذكر على الذكر والأنثى يعني أباريس كيشيروا ليا ولا كيدلوا ليا على فترة البلوغ كيتسموا les caractères sexuels secondaires. Les caractères sexuels secondaires. السلوكيات الجنسية الثانوية. D'accord? Les caractères primaires. شنو هما يعني les caractères سلوكيات الأساسية sont des caractères qui permettent de distinguer extérieurement l'homme et la femme. اللي هما كيشيروا ليا على التمييز الخارجي. Extérieur. Extérieurement l'homme et la femme. Donc, on passe les organes reproducteurs et leurs fonctions. يعني الأعضاء التناسلية والأعضاء التوالد ووظيفتها. D'accord? L'appareil génital masculin. غادي نبداو بالأعضاء l'appareil الجهاز التناسلي الذكري. D'accord? L'appareil génital est un ensemble d'organes intervenant dans la reproduction chez l'homme. يعني الجهاز التناسلي هو مجموعة من الأعضاء التي تتدخل في التوالد عند الإنسان. Ces organes sont surtout externes. هاد الأعضاء كتكون بالدرجة الأولى خارجية يعني باينة. D'accord? Avec le pénis et les testicules contenus dans les bourses. مع البينيس ولا التستيكول يعني القضيب والخصيتين. Par ailleurs, l'appareil génital masculin est en relation avec l'appareil urinaire. هذه معلومه اللي خصكم تعرفوها ان الجهاز التناسلي الذكري عنده علاقه بالجهاز البولي. داكوغ puisque l'urine est éliminée par le même conduit que le sperme. بما ان البول يتم طرحه في نفس المسلك ديالاش ديال لو سبيرم ديال المني. دونك المني هو السائل الابيض الذي يحتوي على حيوانات منويه. لوريتر مي دو فاسون نو سيمولتاني ولكن ماشي في نفس الوقيته يعني الوقيته ديال البول ماشي هو الوقيته اللي كان اللي كيسيكريتا فيها لو سبيرم. لو بينيس او اورغان داكوبلومون دونك القضيب او لا كنسميه بجهاز التزاوج لاكوبلومون. Les deux testicules, lieu de la fabrication des spermatozoïdes, هنا جاوبت على السؤال اللي طرحته على التلميذ ديالي. دونك الخصيتين اللي هو مكان صنع شنو هما الحيوانات المنوية. سي lieu مكان de la fabrication des spermatozoïdes, الحيوانات المنوية. Les conduits amenant les spermatozoïdes vers l'extérieur indiquent ذلك المسالك اللي كيمر منها الحيوانات المنوية الى الخارج. Les deux vésicules séminales, شنو هما لي فيزيكول سيمينال؟ هما الحويصلات المنوية. عندي جوج. و لا بروستات اللي هي البروستاتا. بروستاتا بالعربية اصلا بروستاتا بالعربية. داكوغ دونك هادو هما لي زورغان كيتشكلوا ليا في لاباري جينيتال ماسكولين في الجهاز التناسلي الذكري. دونك maintenant on va voir les différents organes reproducteurs mâles, quelques observations et surtout les rôles ديالهم. داكوغ دونك نبداو بلي تيستيكول. لي تيستيكول هما الخصيتين. ملاحظه من مر واحد التجربه عملناها. L'ablation des testicules entraîne une stérilité. L'ablation يعني هي قطع. ملي كنقطع الخصيتين دونك شنو تيوقع؟ entraîne une stérilité. اش كتعني stérilité؟ يعني تري بيان عقم. يعني المرأة مستحيل انها تولد ولي تيستيكول ديال الرجل ما عندوش.
Donc, شنو هو لو رول ديال لي تيستيكول؟ سي سو سون دي زورغان دو برودكسيون دو سبيرماتوزويد. هما الاعضاء المسؤولين على افراز او على انتاج الحيوانات المنويه. ليبيديديم 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 بالعربيه البربخ. المهم هاديش ما يهمكمش تعرفوا شنو هو بالعربيه، ولكن غادي نخلي لكم هنايا لاباراي ريبروديكتور مال. شوفوا فيها مزيان غادي يبان لكم في كاين داك ليبيديديم، يعني لاصق ليا مع لي تيستيكول مع الخصيتين. دونك لابلاسيون دو ليبيديديم اونترين اون ستيريليتي، كذلك اذا مشينا حتى قطعناهم ف يؤدي الى العقم. لو سبيرم كونتيان دي سبيرماتوزويد دون لو فلاجيل اي ايموبيل. دونك الحيوان المني كيكون وكيكون كيحتوي لي على حيوانات منويه دون لو فلاجيل اي ايموبيل. دونك ديجا شفنا ستركتور ديال لو سبيرم او لا حيوان منوي سبيرماتوزويد، وعرفنا ان سبيرماتوزويد عنده واحد الصوت، عنده الفلاجيل. داك الفلاجيل هو اللي كي كل ما تحرك كيساعد على الحركيه ديال الحيوان المنوي. دونك الا ما كانتش لي هاد ليبيديديم او لا قطعناها، السبيرم كاين لي سبيرماتوزويد كاينين ولكن ما كيتحركوش. علاش؟ حيت ما عنده، ولكن ما كيتحركوش حيت الفلاجيل ما كيتحركش. داكوغ. دونك شنو نستنتجو لو رول ديال ليبيديديم؟ اورغان او لي سبيرماتوزويد دوفيان موبيل. دونك هو الدور ديالهم هو اللي كيخلي ليا الحيوانات المنويه تتحرك. داكوغ. دوفيان موبيل. اون باس بروستات اي فيزيكول سيمينال. البروستاتا بروستات اي فيزيكول سيمينال هما الحويصلات المنويه. دونك لابلاسيون دو لا بروستات او لابلاسيون دي فيزيكول سيمينال انترين اون ديمينيسيون دو لا كونتيتي دو ليكيد دون لو سبيرم. يعني الا حيدنا البروستات او الا حيدنا الفيزيكول سيمينال غينتج عليه نقص في الكميه ديال السائل اللي كيكون متواجد ليا في المني. لابلاسيون دي دو اونترين اون ديسباريسيون توتال دو سو ليكيد. واذا حيدناهم بجوج كيؤدي على الاختفاء او الغياب الكامل ديال السائل. دونك شنو هو لو رول ديالهم؟ سي دونك اورغان دو برودكسيون دو ليكيد بروتيكتور اي نوريسيي دو سبيرم. يعني هما اعضاء اللي كينتجوا ليا السائل ليكيد بروتيكتور اي نوريسيي دو سبيرم، و لي يعني كيكون ليا المني. فوالا كانال ديفيرون. لاحظوا معايا كانال ديفيرون. دونك لوبستركسيون دي كانال ديفيرون اونترين اون ستيريليتي كار لي سبيرماتوزويد نو سون بلو ايمي ا لاكستيريور. هادوك لي كانو ديفيرون يعني هما مسالك، اذا بوشيناهم كنقولوا شي حاجه مبوشي يعني شي عرق مبوشي ولا دا انغلاق ديالهم او الانسداد ديالهم كيؤدي ليا الى عقم. علاش؟ حيت لي سبيرماتوزويد الحيوانات المنويه، دونك هو كاين مني كاينين حيوانات منويه كيتحركوا ولكن ما كيخرجوش لبرا، كيبقاو ليا داخل الجسم ما تيخرجوش. دونك شنو هو الدور ديال هاد لي كانال؟ كانال كي كوندوي لي سبيرماتوزويد فيغ لو بينيس. دونك هو المسلك اللي كيعبر منه من خلاله الحيوانات المنويه باش يوصلوا ليا لاين تري بيان للبينيس القضيب. ديرني اورغان سي لوريتر اللي هو الاحليل. داكوغ. L'obstruction de l'urètre entraîne une stérilité car le sperme n'est plus émis à l'extérieur. Donc l'obstruction يعني هذاك الاحليل كذلك اذا تغلق او تسد ليا كيؤدي الى عقم. علاش؟ حيت الحيوان حيت المني ني بلو ايمي اليكس المني ما تيخرجش. دونك في نظركم الدور ديالو شنو هو؟ سي كانال كذلك فهو واحد المسلك كي كوندوي لو سبيرم لي كيدي ليا لو سبيرم كيخرجوا ليا فيغ ليكستيريور. دونك المني ما غاديش يخرج ليا لبرا. داكوغ. اون باس. دونك لاحظوا معايا
عندي واحد باراغراف اللي مهمه بزاف، غتبين ليا المسار ديال السبرماتوزويد وكيفاش كيتسيكريتا وحتى كيخرجوا لي. دونك لي تيستيكول برودويز دي غاميت مال او سبرماتوزويد افيك ان نومبر تري امبورطون اي دو فاسون كونتينيو. اذا الخصيتين كينتجوا ليا الامشاج الذكريه اولا بما تسمى بالحيوانات المنويه بواحد العدد جد مهم وبطريقه مستمره. لي تيستيكول سون كونستيتيي دو، هذه الحفاضه الخصيتين كيتكونوا ليا من جوج الحاجات، tube séminifère، tube séminifère انابيب منويه، داكوغ، lieu de production des spermatozoïdes، ومكان انتاج ديال الحيوانات المنويه، cellule interstitielle غادي نحط لكم التصويره هنايا، هما واحد الخلايا كتسمى بانترستيتيسيال كي برودويز اللي كتنتج ليا شنو اون هرمون سيكسويل، واحد الهرمون الجنسي اللي كيتسمى بلا تستوستيرون، داكوغ، ريسبونسابل دو ديفلوبمون دي كاركتير سيكسويل دو لا ماتوراسيون دي زورغان سيكسويل اي لا برودكسيون دي غاميت مال. دونك هاد الخلايا هادو اللي كينتجوا ليا واحد الهرمون جنسي اللي كيتسمى التستوستيرون المسؤول على النمو لي كاركتير سيكسويل، يعني للخاصيات الجنسيه والنضج ديال الاعضاء الجنسيه وكذلك انتاج الخلايا والامشاج الذكريه. Les spermatozoïdes à la sortie des testicules traversent l'épididyme où ils acquièrent leur mobilité ou faculté de se déplacer. Donc, الحيوانات المنويه بالخروج ديالها من الخصيتين كيخترقوا ليا ترافيرس، كيمروا ليا ماين من ليبيديديم اللي كتسهل ليا الحركيه ديالهم اي فاكولتي دو سو ديبلاسي وكتمكنهم من التنقل. Ils poursuivent ensuite leur trajet par les spermiducts, encore appelés les canaux déférents. Donc, qui cumulent le massard d'ielhom à bras les spermiducts. Canouet le manouia, ou bien tout simplement les canaux déférents, les masaliques manouia. Les spermatozoïdes se mêlent alors aux sécrétions des vésicules séminales et de la prostate pour former le sperme qui atteindra l'urètre. Les hayawanat almanawiya kitjma liya maayaj ma les sécrétions des vésicules séminales ma l'ifrazat dial vésicule l'huwaysilat almanawiya et de la prostate pour former le sperme باش يكونوا ليا الحيوان المني كي اتاندرا لوغيتر لي كيوصل ليا الاحليل. entre ces tubes séminifères ما بين هاد الاسلاك اللي قلنا المنويه او الانابيب المنويه il existe des cellules كاينه خلايا كي produisent et sécrètent l'hormone sexuelle mâle c'est la testostérone. كاين الخلايا اللي كينتجوا ليا وكيفرزوا ليا شنو الهرمون الجنسي الذكري اللي كيتسمى بالتستوستيرون. داكوغ اون باس دوك اون باس ديرنيير باراغراف ماشي في الكور وانما في هذا الفيديو هذا. داكوغ غادي نهضروا على لي رول دي زورغان ريبرودكتور ماسكولين، على الدور ديال الاعضاء التناسليه الذكريه. داكوغ دونك نرتبوهم في دماغنا. داكوغ هاد صراحه هاد شنو هاد باراغراف مهمه بزاف. دونك لي زورغان ريبرودكتور ماسكولين سو ديفيز ان 4 بارتي. داكوغ عندي لي دو غوناد لي هما لي تيستيكول، جوج ديال الغدد كتسمى بغدد لي تيستيكول ياك. عندي لي فوا جينيتال هما المسالك التناسليه. عندي لي غلاند انيكس هما الغدد الثانويه اللي كتصاحب ليا المصاحبه اللي كتصاحب ليا الاعضاء التناسليه الرئيسيه. وعندي لو بينيس اللي هو القضيب. داك دونك لي تيستيكول le rôle d'ialom c'est
assurer à partir de la puberté et de façon continue la production d'un nombrable spermatozoïdes. Donc les qui assurent يعني انطلاقا او ابتداء من مرحله البلوغ بطريقه مستمره انتاج غير محصور من يعني عدد غير محصور من الحيوانات المنويه. Les testicules assurent également à la puberté l'apparition des caractères sexuels secondaires masculins. Donc كيف ما قلنا لي تيستيكول كذلك في مرحله البلوغ كي كبر الحجم ديالهم. دي فوا جينيتال سو سون شنو هما لي فوا جينيتال؟ هما المسالك التناسليه. شنو هما؟ اولا لي دو ايبيديديم داكور. دوك لي ايبيديديم اللي كيتلصقوا ليا كيكونوا لاصق ليا واحد الشيء بحال غشاء بحال هذا جدار اللي كيكون لاصق ليا في لي تيستيكول. ايل سون لو ليو دو ترانزي اي دو ماتوراسيون دي سبرماتوزويد. يعني هما المكان ديالاش ديال ترانزي ديال العبور ونضج ديالاش ديال لي سبرماتوزويد. لي دو كانو ديفيرون المسالك المنويه assurant le transit des spermatozoïdes. L'urètre, le huwa l'ihlil, assurant l'évacuation des spermatozoïdes, qui donc assure le qadf ديالاش ديال الحيوانات المنويه. Les glandes annexes هما الغدد المصاحبه او المرافقه. داكوغ. Les deux vésicules séminales, donc هذوك اللي قلنا داك الحويصلات المنويه عندي جوج. Il sécrète un liquide nutritif riche en fructose. كي فرزوا ليا واحد السائل مغذي غني بالفركتوز. الفركتوز واحد النوع ديال السكر طبيعي. Voilà. Une prostate, قلنا البروستاتا. Elle sécrète un produit d'aspect laiteux riche en enzymes. كتفرز ليا واحد السائل واحد الماده اللي الشكل ديالها عندها شكل حليبي يعني بحال حليب غنيه بالانزيمات. دو غلاند دو كوبر جوج ديال الغدد كيتسموا بكوبر. Elle sécrète un liquide diluant le sperme. كتفرز ليا واحد السائل اللي كيخفف ليا من المني لو سبيرم. Le pénis, donc هو القضيب, organe de copulation, يعني هو العضو ديال الجماع, d'accord. Le sperme, اللي هو المني, définition ديالو, est un liquide blanchâtre, plutôt visqueux, يعني هو واحد سائل أبيض, plutôt visqueux, يعني نوعا ما لزج, contenant environ 100 millions de spermatozoïdes par millimètre, يعني كيحتوي تقريبا على 100,000 حيوان منوي. كل مليلتر باردون. ان سبرماتوزويد بريزونت دافون اون اريير. واخا سبرماتوزويد يعني الحيوان المنوي غادي تشوفوا كذلك هنايا الشيما ديالو كيتكوليا من لا تيت الراس ديالو. كونتينون اون بارتيكولير لو نوايو دونك لا تيت ديال سبرماتوزويد فيه نواه. Une pièce intermédiaire, renfermant la centrale énergétique nécessaire au fonctionnement de ce gamète. Ou le flagelle, هذاك الصوت, شنو الدور ديالو, assurant la mobilité indispensable au rôle de cette cellule fécondante. يعني il assure الحركية الضرورية au rôle de cette cellule fécondante. D'accord, voilà. Donc بعدا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. جيسبر تكونوا فهمتوا معايا. دونك تلقاو فيديو في تتمة ديال هاد الدرس هذا بالتاكيد. دونك بالتوفيق لكم جميعا. دمتم في رعايه الله.